في آخر أسئلة السائل عوض محمد سوداني مقيم بالدمام يقول: لنا إمام يحفظ القرآن لكنه يعلق في يده تميمة، هل الصلاة وراء مثل هذا الإمام جائزة؟ فإن لم تكن جائزة فما الدليل على عدم صحتها؟ مأجورين. إذا كانت التميمة من غير القرآن كلبس الحلقة والخيط وما أشبه ذلك من التمائم الشركية التي فيها استعاذة بغير الله أو طلاسم وحروف مقطعة، فهذا شرك بالله عز وجل ولا تجوز الصلاة خلف هذا. أما إن كانت التميمة من القرآن أو من الأدعية الشرعية هذه موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا يجوز تعليقها ولا لبسها وإن كانت من القرآن ومن الأدعية المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم هي شيء يعلق من القرآن لا سيما على الأطفال تقول به العين، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا وعمم في ذلك، فدل على أنه لا يستثنى شيء من التمائم لا من القرآن ولا من غيره، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في يده خيط قال: ما هذه؟ قال: من الحمى. قال: انزعها. قال: من الواهنة. قال الرجل: من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالواجب على هذا الإمام أن يتقي الله وأن يقطع هذه التميمة، فإن لم يمتثل ولم يقطعها فإنه يجب تنحيته عن الإمامة.